السلام عليكم. لوبيز تنازل عن أخضر البطولة الودية ويستنجد بالشمراني وغالب والمرشدي قبل منازلة العراق. قاد 8 وبكى من 10 وعشق 4 نساء وفي يده شعلة ولا يعرف الطريق إلى المستقبل. ضيف في المرمى. الأربعة الكبار يسيطرون على مقاعد منتخب الجولة وحصان الشمال ينتزع مقعدا. فيصل الشهيل يفند قرار التعاقد مع بلاتسي وإلغائه ويعترف النهضة أهم من الهلال. أهلا بكم. أعلن الأسباني لوبيز كارو مدرب المنتخب السعودي اليوم قائمة ب 26 لاعبا للدخول إلى معسكر المنتخب التحضيري للقاء العراق في 15 من أكتوبر الجاري في عمان الأردنية ضمن التصفيات التأهلية لكأس آسيا. معين السواري. 26 لاعبا هم قوام تشكيلة المنتخب السعودي التي استدعاها الإسباني لوبيز كارو للانضمام للمعسكر المقرر في الإحساء الأحد المقبل استعدادا لمواجهة العراق بالعاصمة الأردنية عمان في 15 من أكتوبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية. مقارنة بالتشكيلة الأخيرة للأخضر التي شاركت في الدورة الدولية الرباعية الشهر الماضي وضمت 30 لاعبا، نجد أنه قد غادر تلك القائمة 10 لاعبين لم يعودوا ضمن خيارات لوبيز لهذه المرحلة، فخرج منها سلطان البيشي وعبدالله الأسطى وأحمد عطيف ومحمد بوسبعان ومعتز هوساوي ويوسف السالم وسلمان الفرج وعبد الرحمن الغامدي وعبدالله الزوري وعبدالله سديري. 20 لاعبا من التشكيلة السابقة يمثلون 77% من الحالية مستمرون في إقناعهم للمدير الفني للمنتخب بضرورة تواجدهم، فأبدى ثقته في ثلاثي حراسة المرمى وليد عبدالله، فواز القرني وعبدالله المعيوف، ومن أمامهم المدافعين ياسر الشهراني، منصور الحربي، أسامة هوساوي، كامل الموسى، عمر هوساوي، أحمد عسيري، بالإضافة إلى لاعبي خط الوسط سعود كريري، شايع شراحيلي، مصطفى بصاص، وليد باخشوين، تيسير الجاسم ويحيى الشهري، فيما يتعين على فهد المولد ونواف العابد وسالم الدوسري وحمدان الحمدان ونايف هزازي الاستمرار في البحث عن تسجيل الأهداف للأخضر. وفي حين لم تشهد القائمة انضمام أي من اللاعبين الجدد، منح كارو 6 لاعبين مجددا الفرصة لارتداء قميص المنتخب وتمثيل المملكة، ليعود إلى القائمة كل من ماجد المرشدي وإبراهيم غالب ونصر الشمراني وحسن معاذ ومختار فلاتة وعلي الزبيدي منضمين للأخضر في مهمته الآسيوية. معين السواري، العربية. حمل فيصل الشهير رئيس نادي النهضة نفسه مسؤولية التعاقد مع الروماني إيلي بلاتشي ومن ثم إلغاء عقده بعد 5 جولات. مرتضى العلوي. يعني تعرف بلاتشي مدرب كبير يعني وحصد بطولات مع أندية متعددة منها الهلال والنصر، ويمكن حنا تفكيرنا خصوصا عن الحقيقة إذا في خطأ أنا أتحمله شخصيا بجلب بلاتشي النادي النهضة. كنت متوقع هو يمكن أخطأنا أنه يمكن يعني هو على قياس يمكن نادي أكبر أو عندهم استعداد أكبر، وحنا سنة أولى بالممتاز ويمكن استعدادنا ما هو مثل الأندية الكبيرة، هذه ناحية. وهو يبدو أنه ما انسجم مع اللاعبين، عنده انضباط شديد ويعني اللاعبين والمدرب والنتائج بعد لسوء حظنا قابلنا فرق كبيرة الفتح والنصر والأهلي، كلها كانت فرق أقوى بدون شك، ما في مقارنة. يمكن هذه أحد الأسباب يعني بقاء في الممتاز على الأقل كم سنة وبعدين نطمح البطولات، أقصى ما نطمح له نكون من الثمانية الأوائل، يجوز أول سنة صح إن في بداية الدوري. يعني الآن كل الفرق متقاربة 4 نقاط 5 نقاط، فرق الوسط والمؤخرة ما تعدوا 6 نقاط. يعني لم تحبطك هذه الانطلاقة؟ والله هو لأنه غبنا 20 سنة، يمكن ما هو مستغرب إنه ننصدم. يعني شوف القفزة من الثانية للأولى للممتاز، يعني هذه قفزات كلها خلال 3 سنوات يعني،
ويمكن يبغى لنا وقت أكثر، وإن شاء الله نتعلم من أخطائنا. حنا يمكن مو كل سنة نتعلم، كل شهر نشوف أخطائنا ونجدولها ونراجعها ونعيد صياغتها ونشوف كيف نسوي. يعني أصعب شيء إنه النهضة والهلال كانوا في آن واحد، يعني خصوصا طبعا إذا كانت في الدمام أحضر النهضة، لكن بالتلفزيون مثلا والحقيقة كنت أشاهد النهضة وأترك الهلال لأول مرة يمكن بتاريخي. لا أنا أشاهد النهضة، النهضة مسؤوليتي بدون شك. الهلال عنده جمهور وعنده رجاله والنهضة عندها كذلك، لكن أنا نهضاوي في الوقت الحاضر. تغيرت الظروف والحقيقة عندك الاحتراف، أنا أعتقد من أهم العوامل اللي أثرت على مستوانا الاحتراف، احتراف سلبا. إيه نعم، لأنه بالأول كان اللاعب مخلص النادي، في الوقت الحاضر المادة بدون شك يعني، وفيه كان مستوى لاعبين كانوا حبهم للرياضة. الآن يمكن مع الأسف الشديد الأكثرية، ما أقول كلهم، المادة أكثر مما هي هواية ورغبة. وهذه وقفتنا الأولى، نتابع بعدها حلقة هذا المساء فيها درب 8 وبكى من 10 وعشق 4 نساء وشعلة في يده ولا يعرف الطريق إلى المستقبل. الأربعة الكبار يتقاسمون مقاعد منتخب الجولة وحصان الشمال ينتزع مقعدا بينهم.